يا بلادي 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 سلام الله عليك يا بلادي من الألف للنون. أنا مهندسة صناعات كيميائية روزانا العبدالله، عندي خبرة 5 سنوات في مجال الأودت والترينينج، وكنت كترينينج مانيجر. حالياً ماشي في مشروعي الخاص كشركة مانحة لشهادات الآيزو والتدريب والتدقيق، شركة أردنية بريطانية باسم جرينوفيا. شركة جرينوفا هي شركة أردنية بريطانية مختصة في مجال منح الشهادات والتدقيق والتدريب وفحوصات الطرف الثالث. شركتنا مجالاتها واسعة وخبراتنا في هاي المجالات كمان كبيرة. بنقدم خدماتنا مش بس في الأردن بمختلف الدول العربية. إحنا الوكلاء الحصريين لوكالة المنح الأوروبية يوروسيرت. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفتي لهذه الحلقة المهندسة روزان العبدالله. في داية نسعد مساكي مهندسة. سعد مساكي يا رب، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. كلك زهر. في داية مهندسة روزان، محادثتك صاحبة شركة جرينوفا وبالتحديد في عمان، وأغنى من أن تعرفي تعرفيني وتعرفي السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا مهندسة صناعات كيميائية روزان العبدالله، عندي خبرة 5 سنوات في مجال الأودت والترينينج، وكنت كترينينج مانيجر. حالياً ماشي في مشروعي الخاص كشركة مانحة لشهادات الآيزو والتدريب والتدقيق، شركة أردنية بريطانية باسم جرينوفيا. طبعاً الشركة صار لها 2 شهر مفتوحة، افتتحناها بشهر 11 والحمد لله يعني حققنا إنجازات خلال هذول 2 شهر بشكل كبير. يعني تعرفينا أكثر عن شركة جرينوفا، شو الهدف منها وشو الخدمات والتدريبات والدورات المقدمة والشهادات اللي بتقدموها؟ شركة جرينوفا هي شركة أردنية بريطانية مختصة في مجال منح الشهادات والتدقيق والتدريب وفحوصات الطرف الثالث. شركتنا مجالاتها واسعة وخبراتنا في هاي المجالات كمان كبيرة. بنقدم خدماتنا مش بس في الأردن بمختلف الدول العربية. إحنا الوكلاء الحصريين لوكالة المنح الأوروبية يوروسيرت. وكالة المنح الأوروبية يوروسيرت هي وكالة موجودة من 25 سنة في العالم ب40 فرع في العالم. إحنا ممثلين في الأردن بشكل حصري معتمدين من الإستاد والأيف، هذا بما يخص منح شهادات الآيزو. نعم. للشركات والمصانع بمختلفها. بالإضافة لفحوصات الطرف الثالث اللي بتتمثل في مجال الليفتن، في مجال فحوصات الرافعات، في أي شخص بده كجهة ثيرد بارتي تعمل لهم فحص معتمد، فإحنا بنمثل هاي الجزئية. بالإضافة لخدمات التدريب، الحمد لله إحنا خلال 2 شهر دربنا أكثر من 1500 طالب من مختلف أنحاء العالم، في الأردن، في العراق، اليمن، مصر، بمختلف الدول العربية. بالإضافة إنه عنا إحنا كادر كبير من مختصين في مجال التدريب والتدقيق برضو كمان في مختلف دول العالم، وعنا وكلاء ممثلين لهذا الأمر. هلأ بخصوص الاعتماديات اللي إحنا عم نشتغل عليها، إحنا بنتميز عن مختلف الشركات إنه عنا أكبر تجمع للاعتماديات الدولية الموجودة في العالم. يعني على سبيل المثال عنا دورات إريكا بتتمثل عنا مش باعتمادية واحدة، بتتمثل عنا دورات إريكا بأكثر من 10 اعتماديات ل10 ستاندرد. مهندسة برأيك شو سر تميزكم ونجاحكم عن غيركم في هذا المجال؟ أولا يعني هذا بفضل رب العالمين أكيد. سر تميزنا إنه إحنا دائما المصداقية عنا رقم واحد. أبدا ما بيكون الهدف الربح المادي بالنسبة لإنا. أكيد إحنا فاتحين شركة ففي ربح مادي، بس الهدف بالنسبة لإنا الأسمى اللي هو مساعدة كل فرد، كل شخص بده يطور من حاله بنساعده إنه يعني يمشي في هذا المجال. ولهذا السبب عنا إحنا فري وركشوب للمتدربين بحيث تساعدهم يفهموا شو الشغلات اللي ممكن يختصوا فيها. بنقدم كمان خدمة إنه أي طالب مش عارف شو الدورات اللي بدها تاخده ياخدها حتى يطور من حاله، فإحنا ممكن نساعده في المجال كمان. بالإضافة كمان إنه إحنا ما بنشتغل يعني خلينا نحكي ضمن كواليتي المقبولة. إحنا ما بنرضى يكون شغلنا غير بالكواليتي العالية، سواء كان باختيار مدربين ذوي خبرة، كل مدرب بنشتغل معه بيكون يعني في ريكويرمنت لاعتماده حتى يصير عندنا مدرب مش مباشرة بيدرب معنا.
سواء كمان كعملية التدقيق. على سبيل المثال احنا في التدقيق بنقدم خدمة للشركات، انه احنا مش بس بنمنحكم شهادة الايزو، احنا مع شهادة الايزو نعطيكم تريننج فري على الايزو اللي انتم بدنا نمنحكم اياه، بحيث انكم انتم تكونوا عارفينه اكثر يوم ما نيجي على منح. بالاضافة انه بنروح زيارة عندهم، بنشوف خلينا نحكي يعني شو إمكانية تطبيقهم، إذا عندهم استفسارات عن النظام بنجاوبهم عليها، استفسارات عن شو رح تفيدهم هاي الشهادة برضو بنجاوبهم عليها، بالإضافة لسرعة استجابتنا لعملائنا. نعم، بس شو رؤيتك المستقبلية للشركة؟ أنت شو حابة تعمل لقدام؟ يعني خلينا نحكي رؤيتنا المستقبلية هي إنه تصير جرينوفيا موجودة في كل بلد، تقدم خدماتها بشكل أوسع وتصير من أقوى الشركات في هذا المجال. نعم، بس تحكينا أكثر عن أبرز المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتك بهذا المجال. والله هي التحديات قصة. تعرف يعني دائما أول ما أي مشروع في بدايته بيكون في كتير تحديات، في كتير صعوبات، بالأخص إنك أنت عم تدخلي يعني خلينا نحكي في مجال في شركات كتير كبيرة، فأنت بدك تبرزي حالك في هذا المجال، ومش الكل يعني خلينا نحكي بتكون الأمور واضحة بالنسبة لهم، فأنت عم تشتغلي بدور إنك أنت عم بتوعي الناس، عم بتفهميهم شغلك، عم تفهميهم طبيعته، بنفس الوقت أنت بدك تبيني اسمك في السوق. فيعني ما ببالغ انه اذا احيانا كانت تيجي ايام ما ننام فيها ساعتين بس شغل متواصل لحتى نوصل للنتيجه اللي احنا بدنا اياها. نعم، بس شو تحبي تقدمي نصيحه للمشاهدين خاصه المقبلين على سوق العمل؟ انه كل واحد لازم يلحق طموحه، يعني كل فكره بتبلش هي بتبلش فكره صغيره بينك وبين حالك، مجرد انك انت خلص قررت تصير قررت تعمل لازم يكون عندك اراده واصرار وطموح انك تمشي في هاي الخطوه وتمشي فيها بشكل اوسع، بحيث انك انت توصل لهدفك، توصل للطموح اللي انت بدك اياه. بننتقل الى الجانب الوطني، لو قدر لك والتقيتي بصاحب الجلاله ماذا استقيل له؟ اكيد يعني احنا بنتشرف بلقائه، واكيد رح نطلب منه انه يقدم دعم مش لنا يعني كشركه بس بشكل عام للافراد، لاي شاب لاي صبيه حابين انهم يفتتحوا مشروعهم الخاص، يكون في تسهيلات اكثر، يكون في دعم اكثر. اكيد يعني احنا دائما الحمد لله على نعمه الامن والامان اللي احنا موجودين فيها، وهذا الشيء كمان بيساعدنا احنا كناس بدها تفتح بزنس شركات انه بتشجع الواحد يفتح شغل في هيك مناطق. نعم، بس اكيد في حد ترك بصمه بحياه المهندسه روزان واعطاها الدافع لحتى توصل لهي المرحله، انت دايما بتحبي توجهي رساله شكر ببرنامجنا. طبعا يعني رساله الشكر للدعم، داعميني الاول والاخير ماما وبابا، يعني ما بحكي لك قد ايه هم تحملوا قد ايه تعبوا لحد انا اوصل هاي النقطه، في كل لحظه انا كنت بنوي فيها استسلم او اتعب كانوا دائما هم اللي شجعوني ودائما يحكوا لي لازم الواحد يلحق حلمه، ودائما يعني داعميني في اي قرار باخده بما اني انا مقتنعه فيه وشايفه فيه فرصه لإلي. نعم، كيف ممكن نسأل المشاهدين التواصل مع شركة جرينوفا؟ تحكينا موقع الشركة بالتفصيل وطرق التواصل معكم. احنا موقع شركتنا في عمان الجبيهة، طرق التواصل جرينوفا موجودة كاب على الفيسبوك، لينكدين، انستغرام، بالإضافة على رقم التواصل تبعنا اللي هو 079-55-30-80-40. وبنهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر المهندسة روزان العبد الله على حسن استضافتها لنا، على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا لك ونورتي شاشتنا حبيبتي. شكرا لك.